ست، قبل فترة عملت وشم لحواجبي وضربت وجهي بوتوكس وفيلر، وأفكر أعمل عملية تجميل الجسمي، لكن عرفت بالشرع ما يجوز للطبيب أن ينظر ويلمس بدن المرأة إلا للضرورة كإنقاذ حياتها من الموت، وعرفت بأن التجميل مو بضرورة. أنا محتارة وحزينة. أرجوكم لا تنخدعون وتنجذبون لمجرد الإعجاب بالجمال الظاهري، ولا يكون جل اهتمامكم هو تحصيل الجمال الظاهري. وأني أقول هالكلام لأن نشوف الناس في القرن الأخير تركيزها صار منصب على تحسين صورتها الظاهرية لأجل أن ينجذبون إلها الآخرون. وهذه الثقافة من اكتسبوها؟ من البيئة ومن الإعلام، من الثقافة الغربية. فهم لديهم بأن قيمة الإنسان بحسن صورته، بحجم خصرة ووزنه. ولذا تشوفون توجه الناس وبالأخص النساء في الآونة الأخيرة إلى عمليات التجميل، البوتوكس، الفيلر، وصار عندهن هوس وش ما تسوي ما راضي على نفسها، يعني ما راضي على خلقة الله سبحانه وتعالى، لأن تعتبر قيمتها مرهونة بمن بإعجاب الناس بيها. ولكن أسأل، من يمت الناس هي اللي تقيمني؟ هل الإنسان يعيش لأجل إرضاء الناس أم لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى؟ أريد أفهم شنو هدفكم بالحياة؟ مصيبتنا عايشين بلا هدف أو ناسين. لازم دائما نتذكر هذه الآية اللي تذكرنا بهدفنا في الحياة الدنيا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي الله تعالى خلقنا لأجل عبودية الله سبحانه وتعالى اللي بيها نحصل على السعادة الأبدية، لا عبودية الناس لأجل أن يرضون عن نيابة. وثقوا، حتى لو كنت أنت ملكة جمال العالم فلن تنالي أصلا الطمئنينة القلبية إلا بذكر الله. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واعلموا بأن أغلب الجميل تعيسات بحياتهن، لأن هذا الجمال ينجذب إليه الرجال، وكل واحد منهم يدعي وصلا بليلى، فتنخدع مرات عديدة بحياته. فلذا قد يكون حسن الصورة في بعض الحالات فتنة، وكلكم تعرفون ماذا فعلت زليخة بنبي الله يوسف المعروف بالجمال. فلذا لا تعتقدين أن قيمة الإنسان بجمال جسده الظاهري كما يقول الغرب، بل قيمة الإنسان بتقواه، بورعه، بترك المعاصي. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كنت تحرصين على الجمال فلا بأس بالاهتمام بالظاهر باعتدال، ولكن الهوس اجعليه في تحصيل الجمال الباطني مو الجمال الظاهري. وما هو الجمال الباطن؟ أفضل إجابة ناخذها من مولى الموحدين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: الجمال الباطني حسن السريرة. وقال في حديث آخر: جمال المؤمن الطاعة، يعني الطاعة لله. وقال: جمال العيش القناعة. وقال: جمال العبد ورعه، أي بتركه للمعاصي. هذا هو الجمال الحقيقي، الجمال الباطني المفروض نسعى إليه. جمالي وكمالي هو حياتي.